مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه عصير كتير كتير صحيه وطيبه وروعه لرمضان. ان شاء الله بتنال اعجابكم. شايفين منا شكل سميكي؟ هيدا العصير عملته بعصير نص حامضه واربع جزرات. مكونات متوفره بكل بيت، يعني شايفين منا شكل عصير في سماك سميك كتير صحي ورائع، وان شاء الله بينال اعجابكم. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي عنا اربع جزرات، بدنا نقطعهم ونحطهم بالطنجرة. نضيف عليهم 500 ملي مي، بحطهم على الغاز لينسلقوا. بعد 20 دقيقة بتأكد من الجزر انه استوى. استوى عنا الجزر، هلأ منطفي الغاز. بعصر حامض، هيدا الحامضة كبيرة باخد نصها، نحنا عنا عصير حامضة صغيرة. بعصر هيدا الحامضة، حط الحامض بالخلاط، عصير الحامض، الليمون، الجزر، بسم الله، بتركن على جنب ليبرد شوي وبرجع بخلطهم بالخلاط. بس برد عنا الجزر بضيف سكر ملعقة اثنين ثلاثة، السكر بتضيفه حسب الرغبة. وكمان عندي علبة زبادي على فريز فراولة راح ضيفها فوق الجزر. هيدي الزبادي ممكن تستغنوا عنها، ما بيأثر اذا ما متوفرة عندكم. خلطهم مع بعض. بس خلطت العصير، هلا بضيف عليه مي. كمان ضفت 500 ميلي مي، يعني حطينا بالعصير لتر مي. برجع بخلطهم مع بعض منيح. خلطناهن، هلا بدنا نحطهم ببريق. هذا العصير صار جاهز للتقديم، هلا بنحطه بالبراد ليبرد تماما. هيدا العصير اللي عملته أنا وياكم من أربع جزرات وعصير نص حامضة نص ليموني. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.